الورب حرش من القرن 19 يا عم بس غروبة من ايش جانت الحكومة في اوروبا كيج المؤتمر عند كيفينا اسقوش 1815 وما تسمون مجهودة تسمحوا بالحار في البيراطف غير بحار اش مرير وزيك الساكن ديج الاطار قانوني زمان الزاقس الحضان يغاروبا نسم ماني تجرى من ذاقس القرصانة وزيك وشان التسريحات تبعني غاروبا البيراطف حمام تفني غنصعاقن وخارو ويناثا اوروبا باش هادي قبرنا الف قايمين تخدمين القرصانه كيجناو على الجهاد ذا شعبي كيربحها ضد الاطماع الاوروباويين بكوشتا نرغب من المتوسط ذاني تين ماني ليش موتو العالم رخبورا في البيراطات نعرف ووصفو نظن بلي البيراطات ساكوادن نيغ متوحشين ومن لا الجرائد اوروبا يخاصن ديوان كيج الحملات الموزر هادي تشوس السمعة نسنسج بطريقة محرفة غا الرأي العام لأوروبا باش من تاع الخصوصيات القرصانة تاريفيت ومو غير خزارة غاس المخزن ومو غاس كاني غاروبا يريفيا حد دم يبريد نو نافيكار نوروبا قلقارن ويس 19 قيم ثاكيل يبيزيد مانايا غاد السم قد خراسطة قرن غير باحث محمد احليان الى القرصنه اكبر نشاط يتجال غير الحرش بلاد خاصه ناري في ديوسن كيج الموقع استراتيجي وبزاف العوامل اللي كيج المنايا غاديري سو نيوز ماشي نسس الاسباب بايرسي ضد غاروبا اوروبا كيج الخانه معينه زيجو غزي سي قال باحث اندرو لامبرت بلي كوشطات ناري في زيس بتاع تامريتش الى كوشطات توصل لسبيراطا خاصه لي مكان اللي يتجال معزولين ودي بوفريتن ويقار اندرو بلي راه دين الاسواق مهمين عدرني ترافاندو ماني متى فين داك استقبال ناري في المجال يعدل حسن زي القرصان حماد مارسن داك التهريب نيخ حماد حاطن خل المهربين سيخ فنسن الحاكم نجبر الطار الى ترحاب تقع المونث الى تصواهم تغاروبا في مزياني اني راه خدمت قي ترافاندو على طول الساحل وثينا اللي تقنت التهريب للسلاح راه الجزائر ني غير تصواهم تيد الدروم لي غدياموند زيسبانيا ترى في غاروبا يا ربعة السوايع بنت دغا كوشطة ناريف حوما خنسن تزيد عساسين فرنسا تسبانيا المهربين على حسب اسبانيا فرنسا إلى أبارا زي جبلتار ماشا بيراطة ناريف إلى تعجيب أسن حرمية سنتوهوش الفرصة أضحاثن خل المهربين عن اسبانيا ماشا خسان وط حشين تبسعين زقم زقارو القرصانة تاريفي في لديج الجهاد الشعبي نغير التوكالان ربحا قرر احميان بلي الجهاد البحري استمر في كشطات ناريف وخاص كامل ما يبقوش الزاكس المخزن وسجن الدعم ضمني علاني زي المخزن قوم زكارو هو خاص بريسيوني مارس من الدول اوروبا اخر المخزن هما ويدعي مشي النشاط امبيراطات ماشي قرر بلي السلطة المركزية في المغرب توفات الفرصة غير بعض الفترات من التاريخ هما تبريساخ الدول اوروبا امو غير تجا القرصانة تاريفي ديج الوسيلة من الضغط جوغزيش اوروبا اخر المخزن بثوالات من غني التاريخ سويني حاول المخزنة تقرع زكزورا باش ابرش النتيجة ميزيري فيني لمستميتين خير حقا سنقي النشاطة إلا زارن تجن الواجب وطني وديني قران أحميان سويني لتفن ذو قرصانة يخفنسن لاستيماتا يايري فيين خطا كارخي غاروبا يان أوروبا تساكرا سنتجن السمعة باللي بيراطات متوحشين وجواني حاسمن وإلا هو التصور نسنخ بيراطات نارف ماني لالي بدات صدعان دي أغز دي سنين التوحش والطاقان دخماني ما زران شو غرابو لأوروبا سي جو عيق زقوز دي سنسن بطبيعة الحال الصحافة اسبانيا ومخاثق من بعد وخا قد عايثين سكي الحاب ناريف إلا تصدهان تيد بيراطات ناريف ذا عصابات إجرامية وذ المغامرين فردانيين وغاسن هو القانون وتحترم منه الميثاق والغرض نسل الوحيد هو ذي لاباس خوارور نغارو هو تجاريين أوروبا نجم البروباغاندا معروفة أتاكر إلا تقنيري فين خي غاروبا إيروميا إلى الميزانية ديك التلقائية الفردانية أي غرام يوفد السواحل ناري في راح بلا ما دار الخباي ما نزدكاني غروباني ولا ما نجنسية غاصم نغد بانديرا تيكسين واخا ما كانش المعاهدة نو نافيكار نغ التجارة غاك المغرب نغ لا قران غا حميان بلي يركز من خصم قيدينا ونفاش الصفة ننجي هاد البحري خا العملية تا إلا تقني ريفيين ميزانية إلا تقريج الماركة للجهاد الشعبي وفي نفس الوقت لو استوعب شي المتغيرات السياسيه غير وقتني وزارن قاع اوروباويين دي روميين وخصا خاص نهوان غير روحها ويتكمل احميه ان قران ملي توارين خل المغرب خبيراطاف الغرض ديال سيرا زونيت كش الزاك تصوات ومكانه هو ذو ثم السياده ديز يقارن غير زونيت تاغن القرصانه
هما دين تبريريون هزيلة تقن يروميين خكوش طافن سيسم قادك سمبيراتات توني را القرصانة تاريفيث ثو غير كثنين الخطابات أساسيين أمس قالوا الخطاب نبارا يورين سيسم كولونياليا يراو السفن سبيغاتري نير بايرسي مرمي الساعون في القرصانة تاريفيث ولا تستند نخمانا ياخج المرجعية قانونية زي المؤتمر فيينا يجي حرمان القرصانة والسالي تعتبر ميرة جنيري فين قرحة توكا ظانيشان على حسب من ديوسان قنصوص نسن ميزي رزار ناري في أقف مستعدة دياكا يغارو وانسن كل روخت وبلي رضع يصابة واسن بالقانون وضغيات صفوان تغبس نسن حو مضنغن إن خلاف نسن وانشوه انزيكارا نغس نحسن ناج جيف زي السنة ومضان قرحة والسالي تنتر ناري في زيت صواف من كيجو بحريم وسالم غاجو شفار قرحة يتعيش خفوكاظة بيزي زارني ريفين أصلا دياوين بيراتا في القديمة إلا يتطاكارن في غاروبا يدي عدان السالتين زيزيك سويني لتالان قاع المشاكل مقدجان قا كان تزقري فيين وهنثين واحد سنين يكسر المسؤولية نخاوض من العلاقة في قدجان جار المغرب ضروبا القرن 19 وما نيوش نزاك ستبرير وواذا في الاستعمار غاكوشتاف ناريف خاصة فرنسا سيخفين سيقيو ثنا دي استعمال الجزائر وما تسبد القرصانة ذاكس الخطاب والسنين ديج الخطاب إسلامي وطني ويتميز ذاكس أحميان ثنين يغس ديسن كوري الجريد اختلاف قنون على حسب الظروف ذو الوقت مكديوسا طيارة مزقارو يحاول يدافع عن القرصانة تاريفي وزرات باللي ديجو شتيح ذا كولونيالي إلى الزنة شوهن داقس تيذت الحركة البحرية تاريفي والزاقس أكثر المشروعية يدس والطيارة يستندخ شواهد تاريخية تاويد باللي القرصانة تاريفي قيرت جامينس لامتداد الجهاد البحري الإسلامي ضد الغارات المسيحية وباللي أي تاريخ من قامن كتاب نوروبا باللي الفيراطات تلنق الحقيقة دي مجاهد الميزي دافع مخثمور ثمسن ضد دجن وحواس نبارة تيار وسنين قرام غاحميا باللي تعتمد في الوثائق نرمخزن إلا يتجن على انتران نفس الأوصاف إلا قان المستعمرين نوروبا خاسن فالتيار إلا يزاري ثناريف ذو متعصبين وفغن زي الأحكام نسن وباللي الخذين ما يتقن الساعة لثناريف بين قوسين تاوينتيد المشاكل يمسرمن وبلي الزنة السيد في المهنة يمسرمن سويني خسات واقع عن الظلماية سيد سماع مفديوسك المجلة الأسطول خيرس محمد أحميان والتيار إلى إزار بلي يتكر نسن في غاروبا يقلينزيين إلى فرانسيسم ضد ظلم وبلي ذوفوخ الشرع وبلي سمانا يعصان الطاعة من ربي الرسول وبلي المخزن الجيشي يتحمل هو المسؤولية من المتمردين ناريف ويخضع عن شيء السلطة وما راقص نسبوني عرف نعاق من خطاع الدونسن قمنا ياو تحادي والوزي العلاقات الودية جارثنا إنا نتمورا على حساب نفس المصدر ميزي العلاقة ثيري تشواش خاسمت غير الفساد ناريف يقيد قطعني غارو باي سبونيا والسانيتين تبرأ المخزن زي الفعاين بيراطات ناريف الخلاصة زي ما نايق قرار أحميان بلي زمان صنف القرصانة تاريفي كجل الخانة محددة ميزي لو تجيبو زي الخدايم البيراطات ميكري دجاج التنظيم وفي نفس الوقت إلا تقوى تاكار في غارو غيرويا هما تنطاكار وفنتنا هما تكسير مول تنسن ماشي إلا ديج الأسلوب عفوين المقاومة الاستعمار في المجال ينسن حيوي استنادا للحق نسن خذا في حقيق في نسن وزي المبدا إلا توقع الانتقام زي تنتموش نسن من خنعة دنيس بونيا سويني لا ضروري زي الخدمة البيراطات خاصة أقوازة من الشمال وقموا من صغانا الضغوط إلى تمارس القوى الإمبريالية السلطة من المركز في المغرب ومن رهق الجزائر فالقرصانة إلى ديج الحل للوقتة أكقع بريسيونيري جان زيبارا القرصانة بالقرن 19 إلى ديج الامتداد من نشط البحريرات الكنيريفيين بالقرن 15 ومن تواجه الهجمات الإيبيرية إيجي كمرن سحرات إسبونيا بزاف دي موكان زاك سبتا المريتش البادس التزرط النكور وزي السن تكلفين تقبار ناريفة دكتور الحصار خفيم جاي إيبيريين غيربير وخاص مزيان غيربحة النشاط إيريفيين غيربحة يكسيد شوين الدعم زي المخزن غير عاد السلطان محمد بن عبد الله اش اسر السبب من الظروف اللي توافدرن ومن دير فرونز المؤتمر من فيينا بالعام 1815 اللي كان الاحلال الاسطوري نس اتفاقي غاروبا الى رسخ الايالات النظم ام الجزائر طرابلس على حسب احميان اك تطور من الاساطير الاوروبا التقنيات العسكريه ينس المولى سليمان يحل شي الاسطوري نسواها ماشي منع واخا تسمغا ايروميا يعني العبوديه نيروميا يعني العابد نيروميا اللي راه تطفن بيراتور
ماشي من أيوغ غير شي القرصانة تاريخي. وقل وقت السلطان عبد الرحمن بن هشام جار 22-58-1812 القرصانة تاريخي اختار السلطان والدين يعني عبد الرحمن بن هشام يراد المفهوم للجهاد البحري ويراد كسر الأسطولي بيبنيز الجديد من استأنف تاكارخي غروبا أوروبا يري فين استفد زمانا على حسب لقاء حميا ميزي قيش انتبرات اسقاية السلطان عبد الرحمن محمد أشعاس القايد تطوان يسدق سقيم جهد نسحاب رباط الكرمة قلعية يعني غاي قلعية طلاب ناس نيوش المدفع وغير الإلحاحات خط طلابة ونان باللي غاسنو اني قيسن ناس زاك سيوث سويني اسقاية سنشين المدفع صغار زي الفيرمان تطوان الاهتمام السلطان عبد الرحمن بن هشام في القرصانة الدعم السيريفيين بمنايا قد يسكر مواجهتك القوات المغني لأوروبا الدجاج ذن تختار أمو غي انجلترا راي حاصر طنجة قيل عام 1828 هو توتي مدينة المغنية مخ العرايش التطوان ذا أصيلة منايا رج الأمير عبد الرحمن ران تا ذيك جزيل فيه ماشا تكمل القرصانة ثاريفي أمو خربتا يقارن أندرو لامبرت بلي مثلا يثبويا فريلة اعتمادا قتق مراوث التجارة قيل يعيش نسن وقيا 1830 ومثلت فرنسا والجزائر وتشوش خاص التجارة الساحلية نسن وخاص اسبونياريت بريسا نخلمي لها حيريفيا وزاك سنو أخذ تغاروبة في مزيانة نتق مراوث ماني بروكر حالس السباب نسن حتى 1850 ذاني تيني ماني وقع نتازق نزي العملية في القرصانة وخاي غروبة إلى تصادر إسبانيا وتجيشي نايثبويا فار ماشا الحضور إسبانيا إلى ديج نفرينو التجارة سويني شجعني ريفيين أتقاوم نختار قبل ما نعلن صدار الأحداث اللي وقعن بالقرصانة الريفي يخسن فهم ذا مزقارو الطريقة نخدم إلى تقن غمار كي غروبة إلى سخدام ماشا تنجدالي تينا نكمل قد خلاص لي ديكورن تقايق شكم خوف عرجنكم عيوز